وصول هذا الطائر الميمون لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، أول المعزين من القادة والرؤساء الذين جاءوا إلى الكويت وتوافدوا من أجل تقديم واجب العزاء. الكويت للأمانة يعني على الأقل دعني أقول منذ استقلالها إلى اليوم رسمت صورة إيجابية رائعة في جوانب كثيرة. أولا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى كما نشاهد. نعم. مع السادة المشاهدين دكتور عاي دكتور يوسف، وصول حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر. نعم. الشقيقة، وسيكون باستقباله سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتقديم واجب العزاء في المطار الأميري. لا شك بأن مثل هذه الزيارات في مثل هذا المصاب الجلل وهذه المناسبة الحزينة على الأمة العربية والإسلامية تعزز أيضا جانب اللحمة وتخفف من هذا المصاب الجلل وانعكاساته على أسرة آل الصباح أولا وعلى الشعب الكويتي ثانيا وحتى على المقيمين في دولة الكويت دكتور يوسف. نعم، الحقيقة ما في شك أن مثل هذه الزيارات وهذا التواصل وهذا الحرص الحقيقة الكبير اللي نشوفه اليوم بكل فئات الشعب والحقيقة كذلك الوافدين اللي عبروا فعلا عن مشاعرهم بهذا اليوم وهذا المصاب الجلل، وشفنا الحقيقة يعني اليوم تتوافد الوفود أولها حضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد رئيس دولة قطر الحقيقة والوفد وعلى رأس وفد له وعلى. نعم. رأس وفد رفيع المستوى. نعم. كذلك طبعا أيضا ستأتي وفود كثيرة ومشاركة خليجية وعربية، الكل اليوم الحقيقة يأتي لهذا التواصل ولتخفيف يعني المعاناة والحالة النفسية فيما يتعلق بهذا المصاب، وأيضا تأكيد على الروح الإيجابية وما يعني يشعر به هؤلاء من يعني محبة. نعم. وتقدير للكويت ولحاكم الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد وما ترك من طباعة في نفوس الناس، يعني يأتون رؤساء دول بشكل مباشر ويقومون بهذا الواجب، إنما هو دليل على يعني ما لسمو الأمير الراحل من يعني مكانة كبيرة في نفوس الناس الآخرين والتي نرى مشاهدها اليوم في هذه المشاركة الشعبية والخليجية والدولية والعربية في المشاركة الكويت في هذا المصاب الجلل بوفاة سمو الأمير الراحل. يعني لا أريد أن أكون يعني جازما، ولكن لا توجد اليوم بقعة في دول العالم العربية والإسلامية وحتى الغير إسلامية إلا ولدولة الكويت بصمة، إن كانت نتيجة لكارثة طبيعية لإغاثة لفيضانات. لذلك سموه الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد كان يحرص دائما على مثل هذه المساعدات وبإرسال الإغاثات عبر الجسر الجوي اللامنقطع. الداعم الأكبر وكانت هيئة الجنوب العربي موجودة للمساعدة، كان يرأس المرحوم أحمد السقاف، كل هذا الحقيقة من أجل المساعدة. الخليج، كل دول الخليج أيامها يمكن حتى قبل يعني الثورة النفطية التي حصلت، يعني الحقيقة الكويت اعتنت بهم كأهل وأشقاء، يعني كأنه امتداد للكويت للأمانة في هذا الجانب، بالإضافة طبعا إلى الدول العربية كلها. وأقول لك يعني صندوق الكويت للتنمية. نعم. العربية كان الحقيقة أريد أن أعلق على هذه. نعم. اللحظات، يعني حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني وهذه الكلمات وكأنه يشد على عضد أخيه الأكبر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى، وهذه اللحمة التي تعودناها دائما وأبدا ما بين الأشقاء، جاء ليقدم واجب العزاء
ورحل الآن وترك كلمات لا شك بأنها ستخفف من هذا المصاب الجلل دكتور يوسف على أسرة آل الصباح وبأخصها على سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والمسؤولية الملقاة على عاتقه في حمل راية دولة الكويت وشعب الكويت من بعد أخيه الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد. يمكن شفنا الحقيقة يعني كيف كان يعني يمسك بعضد الشيخ مشعل وكيف كان يتكلم بالكلمات ويعني يقبل رأس سمو الأمير الحقيقة كوالد له.